تاني ان هم يقدموا ريبورت عن سيرستون فيدنج ريزيستنت لود وسيرستون فيدنج ار ال لود. انا سالت اخر واحد قال لي انا مش سامع. انا طلبت من زمايلي في الفيديو التاني انه قال لي ريبورت عن سيرستون فيدنج ريزيستنت لود وسيرستون فيدنج لود. يرسل لي ويف فورمز لما يكون الريستيك واحد لما يكون الويف فورم اللي فوق اللي طلع لما يكون الريستيك لود بس ويرسمهم لما يكون ضرر مع بعض. حتى لو كنت نفس الريبورت هتسلموه امتى؟ نتفق ان شاء الله عليها الاسبوع الجاي بس يكون جاهز معاك. ده الجزء الاولاني من ال برضه قلت لهم هعمل كويز لكن الوقت فاضل علينا جامد بس انا مش هينفع اعمل لكن لو قلت اعمل كويز الكويز مش كويز ايه؟ الجزء الاساسي اللي بتشتغلوا هو اكيد التسليم عليك. ما شفتوش حضرتك قبل كده الا اذا كنت في البيت الكلام ده. فالجزء اللي بنتكلم فيه عن ليش الالكترونكس. ليش الالكترونكس؟ عشان قبل ما نتكلم عن ليش الالكترونكس نتكلم عن الجزء الثاني اللي انت اخدته كان اسمه انا. الكويز الكويز حتى ايه؟ انا طيب مش كل دلوقتي لحد ما اخلص وانا اللي بسالك السؤال. فانا خلص الحضره وانا اللي بتكلم مش عارف الكويز. انا عايز زمايلي يسالوني نفس السؤال بس الحقيقه بعد ما اطلع وخلص. فانا والنتيجه ان انا الوقت مش هشتغل معاكم فتره طويله عايز اخلص الحضره. الكويز ببساطه شديده جدا انا لما اسالك ما بسالكش عن مسائل. في ترانزستور بتتسال رسالات رسالة الديود رسالة الوحوش مع الأعصاب. أنا هسألك عن الحاجات الأساسية اللي تميز المهندس عن واحد غير مهندس. لو هسألك الفرق بين الترانزستور والديود إيه؟ هتقول لي ده شكله أحمر وده شكله أخضر. ده له ثلاث أطراف وده له تقفيل. الكلام ده أي حد هيشوفهم كده بره هيقدر يقول الكلام ده. انا عايز لمستك انت ايه فاهمه ليه الفرق بين الكلام واضح ايه مقصود بكلامك. بس انا مش هسالك في الكويز على مسائل خالص. المسائل بتاعت الديجيتال هتاخدها في المقررات في السكاشن مع الباشمهندسين اللي كانوا موجودين هيدوا لك مسائل الديجيتال او انا هاخدها في المقررات عادي. لكن لما اجي اسالك عن كويز في بعض الحاجات انا بسال عن بيزك نولج معلومات اساسيه عايز تكون طلعت بيها من المنهج. المسائل بعد شويه حضرتك هتنساها لكن انا عايز ايه اللي استفدته من المنهج في الاخر. واضح كلامي؟ ده الوقت مش مطلوب التقرير. طيب الالكترونكس يعني احنا ممكن نقسمها لتو ميجور بارتس. انا الالكترونكس والديجيتال الكترونكس. ده الكلام اللي بقوله عن الكريستال الاولاني. الديجيتال الكترونكس ده اللي بيقولوا من الانالوج الكترونكس. الانالوج الكترونكس بتتعامل مع انالوج سيجنال والديجيتال الكترونكس بتتعامل مع ديجيتال سيجنال. طيب رجعنا تاني ايه الفرق بين الانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال؟ الانالوج سيجنال بوساطه شديده هي اللي بتدي والسيجنال بمعنى سيجنال فاري معكوس رايت تقدر تعرف الفاليو بتاعتنا في اي وقت. لو عايز تيجي تسوي صوت الدقيقة تيجي تسوي 5% دقيقة تيجي تسوي 10% دقيقة تيجي تسوي 15% دقيقة أي وقت تيجي تقدر تاخد الفيجوال بتاعك. ده لا لا نسيت. أما الديجيتال سيجنال ساعات بتقول عليها ديسكونتينوس ساعات بتقول عليها ديسكريت سيجنال يعني عبارة عن سيجنال بتطلع يعني يعني انت تعرف الفاليوز بتاعتها على سبيسيفيك انستنس. بمعنى انا اعرف الفاليو عند دي بتساوي صفر عند دي بتساوي 5% عند دي بتساوي 1/10 عند دي كل سنه كده. طيب عند 4% انت هتطلعها لي؟ لا ما عنديش مشكله. واضح؟ الفرق بين الديجيتال والانالوج؟ طيب الكلام بوضوح اكتر هتشوفه في الرسمه اللي موجوده دي. انا بسيب دي ايه؟ انت
بتترجع متسجله في خلال 12 ساعه او 24 ساعه، والفاليو بتاعتها تقدر تعرف شهر الساعه 12 ونص بتساوي كام؟ 12 ونص و5 تقدر تطلعها. واضح؟ لو ديجيتال هتشوفها بالشكل الموجود ده اللي فاكره، انت عارفها بعد الساعه 12 والساعه 1. طب واحده ده تلت ما عنديش ينفع. طيب يبقى ده الفرق بين الديجيتال وبين الانالوج. ديجيتال ساعة بتروح عليه ديسكريت، ساعة بتروح عليه ديسكونتينوس، أي كان الكلام اللي موجود عندنا تحت كذا معنى. طبعا لو دخلنا في تفاصيل أكتر بس مش وقتكم، هتلاقي الانالوج التعامل بالانالوج له مميزات والتعامل بالديجيتال له مميزات. في حاجات الديجيتال فيها يكون مميز اكتر بكتير، في حاجات تانية الانالوج هتكون مميز بس مش كتير قوي. لو انت متابع كده وفاكر، اذا كنت بتعرف تعرض على الرياضة دي التفاصيل اللي هتعمل كل واحد اليوم، انت لسه بتاخد الكونفكشن، لكن لو حضرتك في الديتيلز هتلاقي الديتيلز اكتر بكتير. فبقول لو انت فاكر كان زمان ده يعني مثلا اول ما كان ديجيتال موجود اللي انتم بتستخدموه دلوقتي ببساطه ده كان شغال في حاجه اسمها هذا الريسيفر. الريسيفر اللي كان موجود عندك كان هذا، كان السينما اللي انت بتشوفها عليه على التلفزيون ما كانتش بتبقى بنفس الموضوع بتاع الديجيتال سيجنال بتاع الديجيتال ريسيفر اللي كان موجود. اسبابها ممكن يبقى بتناقش فيها بعدين، لكن في انضباط المفروض بين الاثنين. في فرق تاني مهم جدا بين الجماعة بتوع الكترونكس جدا وبرضه يهمك بس بشكل ابسط شويه، ان الديجيتال سيجنال نتيجه انها بتبقى ديسكريتايزد كده، فلما تيجي تخزنها ما تلاقيهاش تاخد سبيس كبير. يعني على سبيل المثال انا بسجل التمبريتشر كل ساعه، يبقى انت عندك المعلومه 24، لكن لما تكون كونتينوس سيجنال تقدر بقى تشوف هتسجلها كل قد ايه، كل 5 دقائق، كل دقيقتين، فتاخد سبيس كبير جدا. فدي من ضمن مميزات الديجيتال على الانترنت، لكن ده مش موضوعنا، انا بس بفهم ايه الموضوع. في حد عايز يسال حاجه في السلايد؟ طيب رسمه بسيطه بتوريني استخدام الديجيتال الكترونكس والانترنت الكترونكس. الرسمه الاولانيه دي يوزنج انترنت سيت، عباره عن مفروض زي ما الناس في ايدي دخل على الامبليفاير، السيجنال الكلام بتاعي تحول لكونتينيوس سيجنال. كونتينيوس سيجنال عشان الفولتج تتفاعل عن طريق الواير اللي موجود ده، تدخل على الامبليفاير والامبليفاير يوصلها للسبيكر وهي كونتينيوس باور سيجنال، وبعدين تطلع تتحول لصوت زي ما تحول من صوت الى سيجنال بعد. فده هدف الرسمه اللي جايه، السلايد اللي جايه هتدخل فيها جزء ديجيتال بس، لكن فيها جزء اكتر من فيها جزء ديجيتال. حد عايز حاجه من الاستاذ الموجوده؟ طيب هنا جايب سي دي، سي دي بلاير، والسي دي بلاير طبعا عنده ديجيتال داتا اللي موجوده عندك شايفها ديجيتال. الديجيتال ده بعد شويه لما نيجي نتعامل معاه هنتعامل معاه ما بين فاليوز تو فاليوز بنسميها باينري سيستم، ما بين 0 و 1. انت عارفين الاعداد الموجوده عندنا اللي انت بتعمل معاها اسمها ديسيمال، صح؟ العشري ديسيمال او العشري البيزك نمبر بتوعه 10، تبدا من 1 لغايه 9 ده البيزك نمبر. النمبرز اللي هتيجي بعد كده هتبقى مكونه من البيزك نمبرز، يعني 10 مكونه من 0 و 1، لكن هي مش رقم واحد مش بيزك نمبر. واضح؟ في البايبري سيستم ما عنديش غير 2 ديجيت، يا اما 0 يا اما 1، وبار يعني ثنائي بس بالنتيجه ولا مش عارف اسمها ايه بس الاصل بتاعها يعني، فبسميها باينري لانها حاجه زي متساويين يا اما 0 يا اما 1. فالديجيتس الديجيتال داتا اللي موجوده عندك بتقطعها كده يا اما 0 يا اما 1، لكن هي ديجيتال. وبعدين تدخل على ديجيتال تو انالوج كونفرتر. طب ليه هتعمل سي دي ديجيتال؟ لا، هتعمل تخزنها على السي دي ليش؟
عشان ياخد اكبر قدر ممكن من الانفورميشن. لما ياخد التخزين بيجتمع معاك بس قليل صح؟ يبقى عشان كده خزنها ديجيتال. وبعدين طبعا الديجيتال داتا على الديجيتال تبقى اخر كونفرتر حولها لانالوج سيجنال، والانالوج سيجنال دخلت على خليه الامبليفاير بتاع الامبليفاير اللي موجود، وبعدين كبرها وطلعها للسبيكر، والسبيكر حولها صوت وطلعها على الشكل السيجنال. بعدها ايه زيها بالظبط؟ هي سيجنال بس الوضع انها كانت هاي، فبيدي
الترينينج ايدج بتاعته كان فوقيك والترينينج ايدج بتاعته كان رايز. واضح؟ مفيش فيها عبقريه، دي هدف بس توصل لك مش افهم انها بتتغير او اتغيرت يبقى ده ليدنج وتريننج والكلام ده كله ما يفرقش معاك حاجه في الوقت في المنهج اللي احنا بناخده ده خلاص. ممكن يفرق معاك في الحته شويه اذا ربنا سهل وصلت اللي انا عايزه. قدرت تخلص اللي انا عايزه. لو ما قدرتش يبقى سامحوني على التفصيل. دي الاشكال بتاعت الديجيتال انتجريتد سيرفيس. بتهيألي كلكم وصلتوا الموبايل اكيد وقلت للراجل قال لك انا عايز يطلع هو عايز. حصل؟ طيب يعني بلاش كلكم بعضكم عشان تعرفوا انتوا بتتكلموا. ايه هي الاي سي؟ الاي سي هي اتصال انتجريتد سيرفيس. انتجريتد يعني متكامل، سيرفيس متكامل. متكامله يعني بتلاقي في وظيفه محدده. فاذا اتصلنا احنا بناخد الحرف الاولاني من كلمه انتجريتد والحرف الاولاني من كلمه سيرفيس بنسميها اي سي. هنا محتاج تركز على بعض الحاجات تفيدك في العمل. لو بتشتغل عملي او تعمل تبني سيرفيس ولا حاجه محتاج تعرف المعلومات اللي موجوده في الدراسه بتاعتك. في عندك تركيز على الرجول بتاعك، كلهم عارفين شكلها ولا في حد ما يعرفش شكلها؟ الاي سي دي شوف شكل الاي سي ولا لا؟ هي عباره عن بلاستيكه سودا كده بتشوفها طالع منها شويه رموز. الرجول اللي موجوده على الترتيب ده ترتيب، الترتيب مهم اه ترتيب مهم جدا. لان بتعبر عن حاجات ثانيه. الاي سي ده بقى بتبقى مكونه من عدد كبير من الترانزستورز والكباسترز ريزيستورز وحاجات من اللي انت خدتها في الشغل في الـ LXD عدد كبير منها بيكون الـ RC وبتبقى متوصله مع بعض في الموضوع وانت ما فيش لازمه ليها. هي في الاخر مجرد بتؤدي وظيفه محدده. الترتيب بتاعها نعرفه ازاي؟ نعرف الرجل اللي رايح ازاي؟ عايز حضرتك تبص على السطوره وتقول لي ايه المعلومات اللي انت تقدر تخليك تقول للجيل اللي رايح؟ ايوه في نوتش موجوده، النوتش الموجوده دي بتبقى موجوده في نص الاي سي اللي هي موجوده هي مكتوب عليها نوتش. حفره كده هتلاقيها موجوده والحفره دي لو مسكت الاي سي بتاعي سيبك بقت شايف الحفره دي من فوق يبقى اول واحد على شمالها هو ده الرجل اللي رايح. وتعبت بالترتيب ولما تيجي طالع تطلع بالعكس. يعني بدات من 51 8 زي مثلا العدد دي وانت طالع تبدا من 9 توصل الى 16. مش لازم النوتش تكون موجودة عشان أقدر أعرف العدد. في نقطة كده بيحطها لك جنب البن نمرة واحد هي شايفها مش قوي عليها. النقطة دي لوحدها لو موجودة تبقى كفاية. النوتش لوحدها لو موجودة تبقى كفاية. لو الاتنين موجودين يبقى خير وفرح مش مصدرين حاجة. طيب الرسمة اللي جنبها بتعبر عن إيه؟ الرسمة اللي جنبها بتعبر عن الاي سي نفسها شايف التشيب بيشاور عليها بقى ثلاثة فين حته بتاع صغيره كده دي التشيب والناس اللي كان موجود عليها ده كان موجود هنا معايا والرجول دي هي اللي بتوصلها للتشيب اللي تحت. واضح الكلام؟ طيب يبقى ده الناس اللي موجود عندنا اللي انا خدت منها المفروض تكون عارفها. في حد عايز يستفسر على حاجه؟ حد عايز يستفسر تاني؟ كده خلصنا المقدمة اللي كنا عايزين نتكلم فيها اللي ملهاش أي لازمة بالنسبة للمنهج بس لها لازمة بالنسبة للمحاضرات عشان نقدر نتكلم. أول حاجة عندنا حاجة اسمها لوجيك جيتس. إيه هي لوجيك جيتس؟ اللوجيك جيتس هي عبارة عن أي سيز من الأي سيز اللي موجودة عندنا بتؤدي وظائف محددة مش معقولة كده؟ فهي بتؤدي وظائف محددة عشان كده دي عباره عن اي سي لوجيك. ايه هي الوظائف اللي موجوده عندنا؟ ايه هي الانواع بتاعت اللوجيك جيتس اللي موجوده عندنا؟ هنلاقي عندنا ثلاثه اساسيين. ثلاثه اساسيين او متنوعين. فاكيد متصنفين من الثلاثه دول. الثلاثه الاساسيين اللي موجودين عندنا في واحده اسمها اند جيت، واحده اسمها اور جيت، والثالثه اسمها نوت جيت. يمكن كل طول تقريبا
موجود عندك على الاسماعيل، لكن مش مشكله. ثلاثه فيزيك ماجيك جيتس هي النوت والان والاوف. في جيتس ثانيه اخرى انا كتبت لهم ثلاثه كده، لكن ممكن يكونوا اكثر من كده. ما يهمناش. ليه؟ لانهم مكونين من الثلاثه دول. زي واحده اسمها فور جيت، ثانيه ناند جيت، والثالثه اكس فور جيت، في اكس نور جيت، في اكس اكثر من كده. طيب اللوجيك جيتس دي ممكن استخدم واحده واحده منها لو عايز. ممكن استخدم مجموعه اشبكهم مع بعض واكون منهم سيركت، والسيركت لازم يظبط واحد. لو سجلتهم مع بعض على حسب الابلكيشن بتاعتك تستخدم 10 منهم زي ما انت عايز. الابلكيشن هي اللي هتحدد انت هتعمل ايه. طيب النوت جيت اول واحده بدأناها اسمها النوت جيت. ومكتوبة بعدها الدرج. وهنا عايزك تميز كويس قوي الدرج اللي بتسمعه هنا والدرج اللي بتسمعه في بار الكترونكس بعد شوية. الدرج هنا بتتكلم عنه الدرج ستة بس. لكن الدرج بتاع بار الكترونكس قصة مختلفة. بس عشان ما تربطش الحاجات ببعض. هنا مجرد من الدرج ستة. تدخل له واحد وتطلع صفر. تدخل صفر وتطلع لك واحد. وعايزك تلاحظ ان الانفرتر عباره عن مثلث وفي بابل دي. البابل دي هي اللي بتعمل الفشل. هي دي بالنسبه لي الرمز. مش هي اللي بتعمل يعني معناها هي اللي بتغيره. لا هي دي الرمز بالنسبه لي اللي انا اشوفه اعرف انه دي انفرتر. واضح؟ يعني لو حطيت البابل دي في اولها يبقى انا بقى انفرت السته قبل الاخر. بحطها في اخرها بقى انفرت السته بتاعت بطل في الاول والثاني. طيب يبقى ده البرزنتيشن السيمبل اللي موجود عندي. في طريقه ثانيه ان انا بسلك فيها الكود ايه؟ في طريقتين ثانيه تمثل فيها الكود ايه؟ طريقه اسمها تروس تيبل. اكتب الاكس وقصاد ده اكتب الوقت في الاول والثاني. فلو دخلت لهم هيكون اكس 0 يطلع لك اول نقطه. دخلت له 1 يطلع لك 0. يبقى دي طريقه ثانيه بتسد فيها النقط. الطريقه الثالثه بتكتبها حاجه اسمها لوجيكال اكسبريشن او بوليان اكسبريشن او باينري اكسبريشن. اي حاجه. ازاي بتكتب 1 اكس انفيرتد. انفيرتد يعني على شرطه. في بعض الكتب بتحط الواي قدام انها عملت الساين الصغيره دي. يعني برضه معناها مش في المهم المور بوبيلر مشهور اكثر منتشر اكثر ان عليها شرط المفروض. طب هل الرسم دي السيمبل ده هو ده بس الرسمه الوحيده اللي بتريبريزنت النوت؟ لا في برضه رسومات ثانيه بتريبريزنت النوت. لكن في برضه الموست بوبيلر اللي انا هقولها في اسم طيب اللي بعدها جاي لك نوت عليك ده نوت من مختلف. يبقى اكيد الاول والثاني هو نفس صح؟ بس هو الهدف مش انا اقول لك الاول والثاني ايه لازم اقول لك ان انا لما يكون عندي اكس علامه شرطه يعني انفرت لو عليها شرطتين فوق يبقى رجعت يبقى تضيعه بقى عملت انفرت فلو دخلت لها زيرو وطلع لك زيرو دي فلو دخلت لها واحد وطلع دي مكونه من اثنين نقط. دي مش دايما واحده. دي كومباين. اكس على الاكسامبل اللي قدام منك بيقول بلوت ذا تايمنج دايجرام اوف فورس كيبل اند اب. تايمنج دايجرام يعني معناها الانبوت مع التايم بشكل فيه والاوت مع التايم بشكل فيه. لو بصيت علينا تجيبها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ ارسم الانبوت ده 0 وبعدين بقى 1 قعد شويه 1 وبعدين رجع 0 وبعدين قعد شويه 0 وطلع 1 قعد شويه 1 ورجع
تستمتع بالكلام ده عشان تستمتع الاول، سهل الكلام ده كده تشوف الاول. لكن انت عشان تستمتعه وبعد كده تعالى تستمتعه ازاي؟ تعالى في لحظات التغير بتاع الهيكنز بتاعك وانزل في نقط وشوف اذا كان هاي حط لو، اذا كان لو حط هاي، والعمليه سهلت. واضح يا حبيبي؟ طيب انا هرجع للرسمه اللي كانت دي، هل عندي مشكله في الكلام ده؟ هرجع بس للي فاتت عشان خاطر اخليك تكتب ملاحظه وتحطها في دماغك على اللي هو عايزك تكتب ان الانبوت بتاعك يساوي واحد، عدد الانبوت في البوت جيت يساوي واحد، صح؟ والاوت يساوي واحد. التروث تيبل طلع كام صح؟ طلع اثنين، مش كده؟ ليه؟ لان بتبقى ناسي انبوت اثنين، يا اما زيرو يا اما صح كده؟ يبقى نمبر اوف روز في التروث تيبل هي عدد احتمالات الانبوت. فدي ممكن نسال هنا يا جماعه الاحتمالات بتاعتك يا اما صفر يا اما واحد، مظبوط؟ احتفظ بالمعلومه دي لان بعد شويه هنستفيد بيها في حاجه كافيه. تاني كده الدروس دي هنا في كام صف؟ اثنين. كان عندك في كام انبوت؟ واحد. طب ليه الدروس دي طلعت اثنين؟ لان احتمالات الانبوت اللي هو واحد يا اما صفر يا اما واحد في احتمال انبوت. فعدد الاحتمالات بتاعت الانبوت هي نفسها عدد الصفوف بتاعت الدروس دي. في مشكله في الكلام ده؟ اكتبها وهنتسال عليها وهنحتاج لها عشره. دي ايه بقى؟ انا بقولش حاجه، انت بتسالني دلوقتي عدد الانبوت في الكون واحد، احتمالات الانبوت في كام احتمال؟ وبالتالي مش هقول عليها زائد،
في مكتب عنده اقرار على مكانه. انا عندي اقرار او مش اقرار، عندي تساهل، والتساهل المفروض انك هتجاوب عليه. في كم احتمال عندنا؟ اربعه قول ايه؟ داخلين عدد الانبوس كام؟ اثنين، صح؟ احتمالات كل انبوس كام؟ اثنين، وبالتالي طلع اربعه. اثنين اس اثنين، احتمالات الفوق، صح؟ الاثنين الاولانيه اللي انت قلتها لا زيرو واحد. واحد اثنين ثلاثة الاثنين اللي كانت فوق اس لفوق دي عدد الانبوس. ثاني او انت مره ثانيه اسمع السؤال اللي جاي هيجي بعد شويه بس كده بقى خلص. عدد الاحتمالات هيطلع 2 تو ذا باور ان 2 انتو باور ان الاثنين اللي انت عملتها دي عشان زيرو 1 والان دي عدد الانبوتس. طيب هل معنى الكلام ده انها ممكن تيجي عندي الان فيها ثلاثة انبوت؟ اه في ان فيها ثلاثة انبوت وفي ان فيها 4 انبوت، واضح كده؟ طيب يبقى احنا فهمنا الاحتمالات ده منين؟ لما نيجي نشوف الاوبريشن بتاعك بتشتغل ازاي؟ من الدروس اللي موجود قدام منك انها الاوتبوت هيطلع اونلي باي وين بوست انبوتس ار باي. الانبوت هيبقى اونلي 1 اف بوست انبوتس ار 1. اذروايز هيطلع زيرو. يعني لو عدد الانبوت 0 و1 هيطلع زيرو، 1 و0 هيطلع زيرو، 0 و 0 هيطلع 0 و 1 و 1 هو الاخر بركه. واضح؟ في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب ده اللوجيكال اكسبريشن بتاعك او اللوجيكال اوبريشن بتاعك الاند جيت. طب لو عندك اند جيت فيها 3 جيت يبقى الاول هيطلع اختار هيبقى 3 يكون طرف. لو اثنين طلعوا واحد لا يبقى واضح؟ طيب ايه رايك في المسألة الطبيعية دي؟ هل دي بتعبر عن الأنت؟ عن الأنت؟ اه الأول عمره فيه ما هيطلع فيه باي إلا لما توصل للتين سويتشز. لو وصلت لمرحلة ما عندهمش حاجة توصيل السويتش يعني أمها يعني اه. فلو وصلت للتين يبقى خليت الاثنين هارد الأول ده هيطلع هارد. يا اما انت كمان بتعبرها بتفهم في الباور انك بتريبريزنت اللوجيك سويتشز. ماشي؟ في حد عنده اي استفسار؟ دي واحده ولا الثانيه مش الاثنين مع بعض؟ مفيش حاجه بقى ده هو ده 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 مين اللي قال انك تشوف كده؟ لكن لازم تقول الاثنين برضه. طيب ملاحظه هنا وانت بتملى البروف تيبل صح؟ طيب لو انا قلت لك الاحتمالات بتاعتك كام؟ قلت لي انت لسه قايل لنا دلوقتي 2 تو ذا باور ان والان بتاعك 2 يعني 2 تو ذا باور 2 4 صح؟ تقدر انك تعمل الاحتمالات دي صح؟ يعني ايه؟ يعني تخلي الاي 0 والبي 0 الاحتمال. طب الاي 0 والبي 1 الاحتمال ثالث. طب الاي 1 والبي 0 الاحتمال ثالث. 1 و1 ده الاحتمال الرابع صح؟ فبسيطة قوي انت تعملها وانت بتتكلم عن تروس تيبل بتاعك ايه؟ طب التروس تيبل بتاعك ايه؟ اي ترتيب تقدر تعمله؟ عشان خاطر تقدر انك تعمل كل الترتيب بتاعك بتعملها ازاي؟ بتعملها بطريقه في ناس بتقول لك انا سامعك الكلام كده؟ تغير من الاخر يعني مش كله زيرو وبعد كده واحد ومش كله زيرو وبعد كده يعني مين كل عمود زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد اول عمود اول عمود تبدا فيه ومش مهم يمين ولا شمال. ماشي اول عمود تبدا فيه تدخل ستيبل يبقى زيرو 1 زيرو 1 زيرو 1 لحد ما تخلص كل الانتقالات بتاعتك. العمود اللي بعده زيرو هيل وردين. ماشي كده كويسه زيرو هيل وردين. ليه بقى زيرو هيل وردين؟ يعني ضعف العمل انت هتاكل دلوقتي 0 1 0 1 0 كنت بتعمله مره واحده عملته ضعف عملته مرتين. لو عندك ثلاثه العمود الثاني لا يبقى 4 0 1 يبقى كل مره بتضعف الاقل. انت
صافي اكثر من الالوان.
بس تستفيد بيه انت لو اشتغلت في مهندس باور او حاجه، احيانا بتبقى محتاج فلتر، الفلترز عشان تنقي لك الدستورشن، تشيل لك الدستورشن اللي موجود. برضه لو الصوت بيقطع تجيب مايك تاني، بدل ما احنا قاعدين كل شويه صوت في صوت مفيش صوت. لو قطع عشان برضه نقول يلا يطلع عليك، انا مش سامع انك قطع ولا لا. بتقول ايه؟ مش سامع كويس. مش سامع كويس؟ يعني بقول انك انت ممكن تستفيد بيه لو طلعت كمهندس باور، احيانا بتبقى السجن اللي جايه لك بتبقى عليها نويز وبتبقى عايز تفحصها لانها بتاثر في السيشنز، ممكن تكون محتاج تاخدها على كنترول بس. فلو السجن فيها نويز ممكن تاثر على السيشن اللي انت هتاخده. ان شاء الله لما تاخد مكنه توصل بكالوريوس يمكن تسمع عنها شويه، او اذا خدت ماجستير ولا اتفقنا بعد كده او دخلنا على الجزء بتاع الباينري. والباينري سيستم قلنا عندنا 2 بيزك نمبر غير الديسمال. الديسمال كان فيه 10 بيزك نمبر، هنا 2 بس، يا 0 يا 1. لما تيجي تكتب 3 بالباينري هتستخدم ال 0 وال 1، تيجي تكتب 10 يبقى تستخدم ال 0 وال 1، ما تستخدمش غير وقول يا اما 1. ده بيريبريزنت حاله عندنا هي هاي او اون، و 0 بيريبريزنت اوف او لو. ماشي. ده الباينري ريبريزنتيشن بتاعنا بيمثل ايه في شغلنا. يعني لو انت بتتكلم عن حاجه هاي يعني معناها ممكن يكون سويتش اون، دي بالنسبه لي هاي. هاي ممكن يكون فولتج 5 فولت، احدد ان ده هو الهاي بتاعك، هو ده الون بتاعك. زيرو يعني معناها اوف، اذا كنت بتتكلم عن سويتش، او فولتج اقل من ليميت معين بنعتبره زيرو. واتفقنا المره اللي فاتت، مش عارف وصلت الجزء ده ولا لا، ان دي بنعتبرها حاجه اسمها 3 شوت. يعني لو جالك 2.5 فولت تعتبره ايه؟ هاي ولا لو؟ لا ما اقدرش اجاوب، على حسب ال 3 شولد بتاعك. ال 3 شولد بتاع الاي سي بتاعتك او الديفايس بتاعك بيحس بال 2.5 دي على انها 5 ولا بيحس بيها على انها 0؟ ده اسمه 3 شولد. وجبنا مش عارف وصلنا برضه للجزء ده، كنا وصلنا خدنا عشان بس امشي بسرعه فيه. ان السيجنال هنا بتتغير من زيرو لهاي، هاي لزيرو، لو لهاي، او هاي للو. اذا كانت بتتغير من لو لهاي بنسميها رايزنج ليدنج ايدج او رايزنج ايدج، او ليدنج ايدج بتاعتك بتبقى رايزنج. لو كانت فولينج من هاي ل 1 بنسميها فولينج ليدنج ايدج، وطبعا الايدج الثانيه تبقى عكسها. دي شكل الشيبس لو حبيت تشوفها، او الشيب يعني لو حبيت تشوفها الاي سي انتجريتد سيركت. بتبص تلاقيها واخده لونها اسود كده صغيره، وبنلاقي فيها نقطتين موجودين فيهم، او نقطه وحفره بالتحديد. الحفره النوتش اللي موجود عندك مشاور عليها، هو كاتب عليها نوتش، واحيانا بيقولوا عليها جروف، يعني حفره صغيره. دي ميزتها انها بتحدد لك لو الروف موجود لوحده او النوتش موجود لوحده، بيحدد لك الترتيب بتاع البنز اللي على شمال الروف بتاعك وانت باصصها كده، ماسكها وباصص عليها، اللي على شمالها بيبدا بواحد ويبدا الترتيب بتاعك يتزايد، وبعدين يكمل اللفه الناحيه الثانيه. فاذا كانت هي 14 بن يبقى هتبدا من واحد توصل لسبعه، تبدا ب 8 الناحيه الثانيه 9 10 لحد ما توصل 14 هتبقى قصاد الواحد. فدي فايده الجروف او النوتش اللي موجوده عندك. وممكن يكون بدل الجروف ديت في دوت موجود، الدوت علامه، النقطه اللي موجوده عندك دي مكتوب عليها، الراجل كاتب لك عليها بن انديكيتور، يعني المبين بتاع البنز، المبين بتاع ترتيب ارقام البنز. اللي جنبها على طول بيبقى واحد، وتبدا برضه تكمل اللفه بتاعتك. دي الميزه اللي كنت تعملها. دي الرسمه اللي كانت على شمال حضرتك. الرسمه اللي على يمين هي جايب نفس الرسمه بالظبط، بس جايب لك ان الجزء الكبير من اللي انت شايفه ده عباره عن البلاستيك حمايه سبورت، يشيل البنز ويحمي المايكرو تشيب او التشيب نفسها. التشيب موجوده في حته صغيره جوه كده مشاور عليها الراجل، والباقي كله توصيلات
عشان يطلع لك البنز موجوده بره. البنز دي دايما بتبقى اعداد زوجيه، يعني بتشيب يعني عدد البنز اللي عليها لازم يكون زوجي، ما فيش بنز فيها خمسه مثلا، وتبقى اربعه مثلا سته ثمانيه كذا وهكذا. حتى لو انت مش محتاج البنز دي ممكن تكون موجوده، اه ممكن في بعض الاحيان مش عارف هتشوفها في اللاب امتى، اذا في ما اعتقدش انه موجود في الماده دي، بس ممكن بعد كده. في حاجه اسمها اوبريشنال امبليفاير، اوبريشنال امبليفاير بتلاقي مثلا في 8 بن مثلا، هتستخدم منهم بس 6 او 7، والبن الزياده هتعمل بيها ايه؟ دي موجوده بس فابريكيشن، يعني ايه؟ يعني الراجل اللي بيصنع التشيبس دي بيصنعها بماشين، الماشين عشان يطلعها لك تطلع ستاندرد. فممكن بنز تطلع ستاندرد انت عايز 7، ما انتش عايز اكتر من 7، هو الستاندرد عنده 8، فالثمانيه دي بتبقى نوت كونكتد، يعني مش متوصله، مجرد انها شايله بس داخله جوه التركيب بتاعها او الشكل بتاعها. هنبدا بعد كده في اللوجيك جيتس. عندنا 3 بيزك لوجيك جيت، يعني 3 اساسيين وزي مبني منهم. الناس بتعتبر حاجتين من اللي هناخدهم مبنيين بعد كده بيعتبروهم من ضمن البيزك، بس واقع الامر هم دول البيزك. ليه بيعتبروا الاثنين التانيين اللي هتكلم عنهم بعد كده دول من ضمن البيزك؟ هنشوفها اذا كان عندنا وقت ان شاء الله نبقى بتفاصيل اكثر نبقى نقولها يعني. لكن هم 3 بيزك لوجيك جيتس، اللي هي النوت اللي بتعمل الانفرت، والاند، والاور. ولازم احنا نتكلم عن اللوجيك جيتس زي ما انت شايفها كده مكتوبه كلها كابيتال، مفيش حاجه سمول، ده كده بتعرف ان دي لوجيك جيت، مش بتكتب كلمه نوت في وسط الاكسبريشن اللي انت بتتكلم فيه، بتكتب عايز حاجه تنفيها ولا عايز تعمل تقول محمد قد محمود ولا لا، لازم هنا نكون فاهمين ان دي لوجيك، فده اللي بيميزها. بعد كده كاتب اذر جيتس such as نور ناند اكس اور اكس نور، غير كده حاجات كتيره جدا ممكن نحطها بتبقى نوت بيزك لوجيك جيت، لكن هي مكونه من البيزك لوجيك جيتس الاساسيين اللي موجودين عندك. اللوجيك جيتس اخر حاجه مكتوبه عندك في السلايد بيقول ان اللوجيك جيتس ممكن تشتغل سيبريتلي وممكن تشتغل جزء من سيركت، يعني ممكن ادخل على سيجنال اعمل لها اند مع سيجنال ثانيه، وبعدين الاوتبوت بتاعهم اعمل له نوت، وبعدين مش عارف اعمل له اور مع حاجه ثالثه، يعني ده يبقى كده مش شغاله سيبريت، شغاله في وسط مجموعه كومباينيشن من اللوجيك جيتس، او تشتغل سيبريت عايز شغاله لوحدها تشتغل لوحدها. واضح يا اخوانا؟ في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب نبدا ناخدهم واحد واحد. فالنوت جيت الاولانيه هي اول جيت موجوده عندنا، الانبوت ليها بيبقى اسمه اكس، والاكس دي بالنسبه لنا هي ستيت. يعني ايه ستيت؟ يعني حاله. يعني ايه ضرب حاله؟ يعني يا زيرو يا ون، يا هاي يا لو، يا اون يا اوف، مش كده؟ دي الستيت بتاعتنا. الاول بتاع النوت جيت بيبقى الستيت دي معكوسه انفيرتد، يعني اذا دخلت له ون يطلع لك زيرو، واذا دخلت له زيرو يطلع لك ون. ودي كانت النوت جيت، فالانبوت بالنسبه لي اكس والاوت واي. اللي مرسوم عندك على شمالك هو التروس تيبل، واتفقنا على ان التروس تيبل، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ انه عدد الروز بتاعته بيساوي 2 تو ذا باور ان، والان دي هي الانبوت النمبر اوف انبوتس اللي موجود عندنا، وبتتكتب على شكل لوجيك اكسبريشن الواي بتساوي اكس، ونحط الاكس عليها بار كده او شرط، يبقى دي معناها النوت. طريقه التمثيل بتاعه النوت ممكن اعمل لها ريبريزنتيشن عن طريق الرسمه نفسها، او عن طريق تروث تيبل، او عن طريق اللوجيك اكسبريشن. موجود عندك 2 لوجيك اكسبريشن، هو مكتوب بشكل مختلف لكن هو بيؤدي نفس المعنى، مش بس دي الاشكال الوحيده، ممكن تلاقي 8 اكسبريشن بيتكتبوا كل واحد بيتكتب بطريقه ثانيه لكن كله نفس المعنى، بس المشهور اكتر اللي هو الاكس عليه بار اللي احنا بنشتغل فيه. برضه شكل النوت مش ده الشكل الوحيد اللي موجود في الكتب، هتلاقي اشكال ثانيه، لكن برضه ده اشهر واحد موجود عندنا. واضح يا اخوانا؟ نعم.
الاكس معلش يا بس ما هاش داش بار اسمها اكس بار داش دي صار لما بنحط داش صغيره فدي بنسميها اكس بار او بيسموها الاكس كومبلمنت كومبلمنت يعني معناها العكس ماشي طب العلامه دي في الاكسبريشن الثاني هي زي البار اللي موجود عندك في الاكسبريشن الاول طيب لو عملنا استخدمنا اثنين ورا بعض فالاكس دخلت اكس طلعت لك الناحيه الثانيه اكس بار صح لو دخلت الاكس بار تطلع لك ايه دبل بار كده اكس دبل بار يعني معناها اكس ماشي فده مجرد بس عايز يقول لك ان انا ممكن استخدمها ورا بعضها يعني كذا استخدم واحده ورا بعضها الاكزامبل اللي جاي بعد كده جايبه على سيجنال بتتغير مع التايم السيجنال انا داخل بزيرو وبعدين بقت 1 لفتره زمنيه معينه وبعدين نزلت زيرو لفتره زمنيه ثانيه وبعدين طلعت 1 لفتره زمنيه ثالثه وهكذا تقدر ترسم لي الاوت بتاعها الاوت اكيد هيتغير مع الانبوت تلاقي الانبوت ما بيتغير هيتغير الاوت لما نيجي نرسمه بنرسم الانبوت وبننزل علامات او نقط عن اماكن التغير وقت التغير حصل امتى عشان ده الوقت اللي هيتغير فيه الاوت اذا كان ده الوقت اتغير فيه الانبوت هيتغير فيه الاوت فالاوت مرسوم عندك لما كان الانبوت زيرو الاوت كان بواحد ولما كان الانبوت واحد الاوت بقى بزيرو في مشكله في الكلام ده يا شباب طيب الدائره اللي بعد كده او اللوجيك جيت اللي بعد كده اسمها الان بنعمل بيدخلها على الاقل 2 انبوت لكن ممكن يكون 3 ممكن يكون 4 ممكن الاوبريشن بتاعتها ان الاوتبوت بتاعك هيبقى اونلي هاي وين بوث انبوتس ار هاي هيبقى اونلي 1 وين بوث انبوتس ار 1 لكن لو واحد واحد ما بالنسبه لك الاوتبوت بتاعك زيرو اتفقنا نملا الترو ستيبل ازاي احنا ناخد 0 1 0 1 وبعدين 0 0 1 1 لما نيجي نعمل مش مهم تبدا يمين ولا شمال بس هي دي الحالات اللي موجوده عندك اللوجيكال اكسبريشن بتقول اكس تساوي ايه اند بي بنستخدم كلمه مالتبلاي احيانا لكن انا ما بحبش استخدامها بقول انها مش مظبوطه عشان خاطر ما تجيش في دماغك حاجه غلط هي هنا لو جيت تنفذها هتقول اه واحد في واحد تطلع بواحد واحد في صفر بصفر هتلاقيها صحيحه لكن احيانا نيجي نستخدمها هنستخدمها غلط في اوقات ثانيه لكن ممكن نقول عليها مالتبلاي احيانا لكن انا ما بحبش التسميه بتاعتها وبتتكتب اكس بتساوي ايه دوت بي ايه دوت بي واحيانا نكتبها اي بي على طول بتبقى مفهومه بمرور الوقت انت هتلاقي نفسك مش كل مره هتكتب ايه دوت بي هتكتبها ايه بي لازقه فيها معروفه ان دي بالنسبه لي انا طالما انا بتكلم في لوجيك جيتس نعم ولا مش سامع حاجه مش لازم ايه انا قلت مش مهم تبدا من الايه او من الدي المهم انك تبدا بنفس الترتيب لو بدات انت من الايه 0 1 0 1 يبقى البي هتبقى 0 0 1 1 مش كده لو عندك سي هيبقى 4 0 4 1 لو عندك دي هيبقى كذا طب هل ممكن ابدا من السي 0 1 0 1 اه ممكن تبدا من السي 0 1 0 1 ويبقى البي 0 0 1 1 والاي تبقى 4 0 4 1 كلامي مفهوم؟ طيب والرسمه بتاعتك هي بتمثل اند بالنسبه لك كرسمه كهرباء هي عباره عن سويتشين متوصلين مع بعض ان سيريز الاوت لا يمكن هيساوي الانبوت الا اذا كان الاثنين سويتشز اون واحنا قلنا ان الاوت بتاعها هيطلع واحد لو كان الاثنين انبوت واحد او الاثنين سويتشز هنا شارح اللي هي بتاعت اللي هي عدد الروز اللي انا قلت عليها 2 تو ذا باور ان اللي هي عدد الروز اللي موجوده في الترو ستيبل واحنا قلناها صح؟ ايوه ها؟ قلناها اه قلنا التو تو اه اللي فاتت اكيد قلناها هنا اكزامبل مديهولك وصلنا له ده برضه ولا لا؟
لا ده الجديد بقى. نبدا نتكلم عربي تاني شويه. بيقول ديفلوب ذا تروث تيبل دي انبوت اند. عندك 3 انبوت اند. 3 انبوت اند يبقى عندك 3 كولوم صح؟ A و B و C. وبعدين وبعدين احسب عدد الروز. انت كده حددت عدد الكولومز A و B و C انبوت ودي ولا اكس هي الاوت. انا ما اعرفش لو عندك اكس هو الاوت. طيب نقدر يبقى عددهم كام؟ 2 اس 3. عدد الانبوت بتاعي 3 يبقى عدد الصفر عندي هيطلع 8. تعالى بيجاوب دلوقتي يا مياده بدا من السي الحمد لله كده جاوب. ممكن لازم من الاي كانت بتسال لازم من الاي 0101 تكون عند الاي. لا مش هتفرق لان هو انبوت اسمه انبوت 1 انبوت 2 انبوت 3 كل الاحتمالات ممكن تمر على اي واحد فيهم. فبدا سي 0101 لحد ما وصل خلص الثمانية روح. وبعدين اللي بعد منه خدوا 0011 0011 اللي بعد منه 4 0 و4 1 والاوت هيطلع only high او only one لما يكون all inputs are one otherwise هيطلع بزيرو. واضح يا اخوانا؟ في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب نغير سلايد. الناس اللي بتكتب ها؟ انا غلطان انا غلطان دي كانت 2 اس 3 و 8 كنت عايز اعمل 2 اس 4 يمكن وطمعت ولا حاجه ولا يمكن تلاقيها معموله بعد كده في السلايد اللي جاي. المضروب الثاني هنا كانت 3 المضروب الثاني ده هنا دي اجابه بي. بي بيقول ذا ديفرنس توتال نمبر اوف بوسيبل انبوتس كومبينيشن فور 4 انبوتس. ده كانت اجابه بي. ده اجابه ايه وده اجابه بي. فهنا يطلع اذا كان عندك الانبوت 4 يطلع 2 اس 4 يعني 16. طيب الاكزامبل اللي جاي جاي فيه تايمينج دايجرام يعني الانبوت بيتغير وبيشوف الاوتبوت هيطلع شكله ايه. ففي فتره الانبوت واحد فتره بيبقى 0 1 0 1 وهكذا والبي موجود عندك. لما تيجي ترسم حاجه زي كده ممكن تقعد فيها وقت طويل جدا وممكن تخلصها بسرعه. هتقعد وقت طويل لو كنت قاعد تكلم اللي جنبك وما تسمعش اللي انا بقوله وهتقعد وقت صغير لو سمعت الكلام اللي انا بقول لك عليه. انت على امشي على كانه معاك سكانر كده بيمشي على الانبوت الاثنين انبوت اللي موجودين عندك. وبص الاول اعمل الحركه بتاعت انك انت تشوف لحظات التغير في كل الانبوت نزلها لتحت وبعدين امشي بايديك كده غطيه وامشي. لما تلاقي الاثنين انبوت هاي يبقى الاول هيبقى هاي في الفتره دي وبعد كده هيبقى صفري. ماشي؟ وممكن تمشي جزء جزء بقى تمشي في الحته الاولانيه يا واحد مع واحد يا ترى دي واحد ولا لا. فواحد مع واحد يطلع لك واحد. انت لو انت ماشي بايديك عليها كده بص شوف الاثنين دول فين هاي حط تحت منه شر هاي وغير كده هتلاقيهم لو. كلامي واضح ولا اعمله على الصبور؟ مش واضح؟ الصبور
وبعدين قابلني صدر فمش فارق معايا لتحت. وامشي كده بقيت ده فوق واحد، ابص على اللي تحت في الوقت ده، الفتره دي واحد، تبقى دي الفتره دي واحد، اروح عامل كده ما تبصش على الصفر. وبعدين هنا ده صفر خلاص مش فارق معايا. وده صفر. الحته دي لقيتها برضه في صفر. ما بقتش موجود خلاص يبقى ده ضيعنا. اجي هنا ده صفر ومش هلعب كويس. لما باجي كده هيبدا من هنا يبقى واحد، يبقى من هنا هيبدا يبقى. يبقى انت كده هتعملها بسرعه بدون ما تقعد تفكر في كل جزئيه لوحدها. الكلام واضح يا اخوانا؟ لا اهو. طب اعمل ايه طيب؟ مين اللي يقول ده؟ درسنا هنا في حاجه طب لو واحد لو واحد هاي
ولما بنكتبها بنكتبها سي بتساوي ايه 4 بي الزائد اللي موجوده عندك دي ما تقولهاش زائد الله يرضى عليك لانك لو ده زائد هقول لك 1 زائد 1 بتساوي 2 وبالتالي كلامك مش مظبوط لكن لو كان قلنا 1 اور 1 فالنتيجه بتاعتنا 1 ده الفرق بين الحالتين ده الشكل بتاعها بتاع الاور جيم السيمبل بتاعها لها 2 انبوت على الاقل ممكن يكونوا اكتر ولها اوت واحد وده اللوجيك اكسبريشن اللي بنكتبها بيه وده التروث ستيت في حد عنده مشكله في الكلام طيب هنا بتمثل عباره عن اي سويتش من الاثنين هيوصل صح فدي عامله زي رسمه موجوده عندك حاجه بتستخدمها خلاص في امين عارفينها؟ ايوه ده ايه؟ يس في حاجه جايه بتستخدمها لما بتيجي تدور مفتاح السلم تدوره من اي مكان صح؟ من مكانين مختلفين لو عندك كوردور في الشقه كبير شويه ممكن تدوره مكانين مختلفين فهي بتبقى عامله زي كده مش 100% لكن هي الى حد ما بتعمل ممكن اعمله اثنين طرف واحد وسط صح انت بتسلم او هنا انت وسط واحد بس بص على الاثنين مع بعض هتبص على واحد بس لو لقيت واحد هاي خليه هاي ماشي بس لازم تبص على الاثنين ممكن يكون الواحد ده يبقى لو والثاني هو اللي يطلع هاي صح فنفس الكونسيبت هتشوف لو انا مكانك هدور على اللون لما يكون اثنين لون انت كنت هنا بتدور على الهاي اثنين هاي دور على لون لما يكون الاثنين لون لما يكون الاثنين لون تقدر تحط لون اذر وايز هتبقى هاي نعم لازم تحط اللون ده بس اقول لك بتسهل على نفسك طريقه أول واحدة في هي مركبة من اثنين بنسميها الناند وعايزك تركز قوي هنا وانت بتتكلم عن الناند في الكام سلايد دي السلايد دي واللي بعدها عايزك تركز شوية معايا لأن هنوصل لحاجة معلومة هنستغني بيها عن شرح فترة طويلة يعني الناند لو انت بصيت على النوت أول واحدة كان عندك بابل كده بعد المثلث كان مثلث وفيه بابل صح؟ الأند ما كانش فيها البابل لو حطيت البابل يبقى كأنك بتحط النوت يبقى البابل اللي موجودة عندك دي بتحط النوت هي دي إيكويفلنت لأند وبعد الأند حطيت نوت عملنا انفيرت الأول بتاعك لو أنت عايز تعمل التروث تيبل بتاعك هتقدر تعمله جوه دماغك أو على وأنت بترسمه على الورق اعمل أند وبعدين اعكس اللي موجود عندك الاند كانت بتدي الاوت واحد امتى؟ لما بوث انبوتس يكونوا واحد صح؟ يبقى هنا 100% هنا الاوت هيبقى لو وين بوث انبوتس ار هاي مكتوبه غلط البابل هي بتعمل الانفرت تاني دي في غلطه في الكلام اللي موجود بيقول ذا اوت از اونلي لو when both inputs are low لا when both inputs are high ماشي الكلام اللي انا كاتبه في اللون الاحمر في غلطه بيقول the output is only low when both inputs are low لا when both inputs are high ولو بصيت عليه هتلاقي الاكسبريشن سي بتساوي اي بي وكومبلمنت او بار واضح؟ تمام السلايد يا اخوانا النند جيت برضه في التايمنج ديجرام مع تايم وام كتير
مع الطيب. يا عم انت مشيتك عايبة بقالك نص ساعة وانا بقول ربنا يسهل والمية اللي فيها العايبة فيها سخنة. اركع بالكاميرا صح. عندي ام كير وام في واحنا اتفقنا ان الام هيبقى لي لو لما يبقى بوس الارض هيبقى لي لو لما بوس انبوت ار هاي. يقدر هو نفس المنطق لما يبقى تلاقي الاثنين انبوت هاي يبقى في الوقت ده هيكون لو اذروايز هيطلع هاي. الكلام هو طيب. الرسمه اللي جايه هتطلع حاجتين مصممات كمان حاجه اصلا هنا موجوده طبعا نفس الغلطه بتاعت ممكن تقول لي لو وين بوث انبوتس ار لو لان وين بوث انبوتس ار هاي وحاطط لك ايكويفالنت ليها فور بس الانبوت بتاعتها انفيرتد بس الانبوت بتاعتها انفيرتد لأنه حط البرمت على الانبوت يعني النتيجه اللي وصلت لها هنا ان الناند جيت ايكويفالنت لنوت او لنيجاتيف 4 دي مهمه جدا النتيجه اللي عرفها يعني انا اقدر اشيل الناند اللي انا حط البابلز في اخرها واحط مكانها 4 بس احط البابلز في اولها في بدايتها بعمل انفيرت للانبوت قبل ما ادخل على الاور ودي نتيجتها المهمه ابص عليها في الاكسبريشن. الاكسبريشن كان A and B inverted او عليهم باي صح؟ ده بتاع الناند. طب بتاع النيجاتيف اور البار موجود على الA لوحدها وعلى الB لوحدها وفي اور في النص. يبقى لو انا كتبت لك A B وعليهم بار واحده ممكن اقول انها ايكويفالنت اشيلهم واحط مكانهم A اور B والبار دي اتقسمت على كل واحدة من الايكوز اللي موجودة عندنا. ماشي يا فندم؟ طيب في القانون ده مش هتلاقيه كان في الكلام ده في السلايدز اللي بتاخدها هتكتب عليه دي مورجانز لو. لا دي مورجان ده عمل اثنين لو. أول لو فيهم اللي هنتكلم عنه ده اسمه دي مورجانز لو. ان البار اللي موجود على الـ على الـ على الـ على البرودكت لو سميت ده برودكت هي نفسها ايكويفالنت لبار موجود على كل واحد لوحده ومعمول له اوف. كلامي واضح ولا هكتب على السطور؟ طيب اذا كان كلامي واضح اتاكد اذا كنت لو حط كده مثلا A B C D وعليها بار بتساوي A or B or C or D. ده دي مورجانز لو. في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب. عايزك تطبق دي مورجانز لو هنا. هنحط على الـ A والـ C. على الـ A والـ C. هتعمل نفس الكلام اللي عملته بالظبط. الـ A بقى كده. صح؟ دي كان B بار. يبقى B دبل بار. لا ما هي بيضاء هي بي ودي هتبقى سي بار ودي دبل بار ودي هتبقى في الاخر خالص هي عباره عن ايه؟ اور بي اور سي اور دي واضح؟ فده بنسميه دي مورجانز لو. ده الفيرست لو. نعم لون القلم مش واضح؟ طيب ما كان تيجي تشوف ده شويه عشان تشوف الله يرضى عليك. كله مش واضح؟ بعد كده هندخل على الدور جيت والدور جيت يعني معناها هو انفيرتد او بتاعها انفيرتد لان البرمت موجوده عندي على الاول وهي ايكوبلنت لاور بتوصل معاها نقطه
اكتبها ازاي؟ C بتساوي A أو B وكلهم عليهم بار أو كومبلمنت. لا لسه فيها حرف بتساوي الان برضه بس فنسميها نيجاتيف الان. طب عمال نشوف التايمنج دايجرام طلع تايمنج ولو بصيت عليها دي او كانت بتديني هاي لما يبقى اي واحد هاي لو كانت او المره دي ما بتدينيش هاي الا اذا كانت الاثنين لو يبقى ادور على الاماكن اللي فيها الاثنين لو وفي الوقت ده تطلع لي هاي في الاول بتاعك الكوفر واضح؟ كده
ده هو الاكسور بتاعنا. واضحه ولا لسه؟ ليها اثنين انبوت وان اوت، من اول ما دخل انبوت يبقى ده هو الاكسور، مش محتاجه عبقريه زياده.